Bonjour à tous, c'est moi, Tahani. واليوم رح نشرح عن les articles indéfinis. رح أشرح بالعربي مثل ما أكثركم طلب. تمام؟ هلأ عشان نشرح بالأول كم شغلة في أشياء لازم نوضحها. تمام؟ les articles indéfinis بتعني أدوات النكرة. فإحنا اليوم درسنا عن أدوات النكرة باللغة الفرنسية، فهذا بدلنا على لإشي اللي هو أنا عندي الكلمة باللغة الفرنسية ما بتيجي منكرة، أنا لازم أنكر الاسم. تمام؟ أوكي، تاني إشي لازم نعرفه، هلأ أنا باللغة الفرنسية عندي كتير تفرقة بين المذكر والمؤنث على أبسط الجمل. تمام؟ على عكس اللغة الإنجليزية اللي هذا الإشي ما بيظهر فيها كتير، فهاي نقاط لازم نحطها في بالنا. تمام، أول إشي الأختيكلو أندي فينيك بيغطي بياسو نو أنديك أنو نو سبيسيفيك. إذن تشير إلى اسم غير محدد نو سبيسيفيك. باه إكزامبل جو فو أن شا أون أورانج un hôtel, des livres. وأنا كتبت لكم إياهم باللغة الإنجليزية للكل يفهم نحنا عم شو عم نحكي. Quels sont les articles indéfinis؟ تمام، شو هم؟ un, des. تمام؟ الآن بستخدمها مع النوم ماسكولا سانجوليا والأون مع النوم فيمينا سانجوليا، يعني الأون مع الأسماء المؤنثة المفردة والآ مع الاسم المذكر المفرد والد نستخدمها أكيد مع الاسم الجمع نوم بلوغيال. تمام، شو هم الكاركتيرستيك للي زاختيك لو أن ديفيني اتلزا افك لنو دي نومو برابل كم أنوم إوني ده. إذن عم يحكي لنا إنه إحنا بنستخدم الأدوات النكرة أو اللي زاختيك لو أن ديفيني مع الأسماء المعدودة. Placez directement devant un nom ou un adjectif et nom. مثل هذا المثال عنا عم يحكي لنا إنه أنا بستخدم الأدوات النكرة قبل الاسم devant un nom. تمام؟ قبل الاسم أو إذا كان عنا adjectif رح أستخدمها قبل الأدجكتيف. واضح؟ فهون عنا بهذا المثال j'ai un bon idée. تمام؟ أنا رح أستخدم الأرتيكل ديفيني قبل الأدجكتيف، هي الأدجكتيف وهي الاسم. تمام، داكور افيك لو نو اون نومبر اي بارفوا اون جينر. تمام، هلا هون عم يحكي لنا إنه إحنا لازم نعمل أكور، لازم نعمل أكور لا الأرتيكل أن ديفيني لأداة النكرة مع الاسم اللي قدامي. تمام؟ جو شيرش دي ليفغ. عندنا هذا المثال، اطلعوا منيح. أنا عندي ليفغ هي جمع، فأنا رح أستخدم أداة نكرة تتوافق معها، وهيك أنا بعمل أكور. تمام؟ هون تحت عم يحكي لنا باغ أوبزيسيون أو نوم أن نوموبغابل كوم أرجون إي أو كي بخون الأرتيكل بارتيتيف. الأسماء الغير معدودة بنستخدم لها الأرتيكل بارتيتيف، وإن شاء الله رح نشرحهم بدروس لاحقة. تمام، إلي هذا الإكسرسيس. هلا هون مطلوب منا نحل هدول الإكسرسيس. تمام، لنتمرن شوي. هلا خلينا نوضح شغلة قبل ما نبلش نحلهم. باللغة الفرنسية أنا لازم أحفظ الأسماء شو بتكون، مذكرة ولا مؤنثة. مثل عنا باللغة العربية كلمة باب عنا مذكرة، لكن كلمة طاولة مثلا عنا مؤنثة، فأنا هيك لازم أحفظ باللغة الفرنسية، ومع الممارسة بيكون الإشي كتير سهل. فأنا هلأ اخترت لكم إكسرسيز يكونوا سهلات عشان نقدر نحلهم، فرح نستدل من النهاية. فإذا النهاية أو رح نعتبر الكلمة مؤنثة، وإذا النهاية بتكون بأي حرف تاني فرح تكون مذكرة. هذا لهلا، بس عشان إحنا هلا المطلوب منا نختار الأرتيكل الصح. ولقدام إن شاء الله رح يكون في فيديو نشرح فيه كيف ممكن
نميز بين هالكلمات يعني نقدر نستدل. تمام. لو لوغو دابل اتوم بوم لاخترناهم لأنه مؤنثة وإنه لازم نعمل أكور. تمام. باغي اي تخبل فيل فيل، هاي النوم اللي معي. تمام. النوم اللي معي هو فيل، فرح أختار اون. دكار سي فخوي فخوي، هل هي مذكرة ولا مؤنث؟ إذن ستان فخوي. أوكي. مت مت عندنا باللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة، كمان قدرنا نستدل من النهاية، فرح أختار آن. تمام. أمي، أنا هون عندي إس بدأ استدل منها أنه الاسم اللي معي جمع، فرح أختار ديزامي. غلاس، شو نهايتها؟ أو، رح أختار أون غلاس. تمام. فريز، فريز زي ما هو موضح معنا هي كلمة مؤنثة، رح أكتب أون عشان نعمل أكور. أكيد أنا بقدر أخلي الكلمة كمان جمع، فضفنا لها إس وحلها بيكون دي دي فريز. هذا كل شيء اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وشكراً.